لا وحديك الجنه، يبقى شك، يبقى الجنه من صنع الشكوك سبحانه وتعالى. طب نيجي ندخل الجنه، يعني تيجوا يا جماعه في اللي باقي من الحلقه تيجوا نتفرج على الجنه لنعلم ماذا اعد لنا الشكوك في الجنه. تيجوا يكون دافعنا النهارده الشكور سيشكرك بالجنه. طب الجنه دي شكلها ايه؟ عرفها لي. وانت تشوف انا هنطلق النهارده اشتغل واعمل وا 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 وا. تيجوا نعيش مع الجنه. انت الان فين؟ انت الان يوم القيامه. تخيل كده، تعالوا يا جماعه نتخيل، تعالوا هو هيحصل، تعالوا نشوف نفسنا هناك. احنا دلوقتي عند الكعبه، تخيل الناس دي والعباد دول والناس اللي بتشوفنا دلوقتي، تخيل نفسك يوم القيامة والجمع والزحمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلهم كيوم ولدته أمهاتهم زي الحجيج والمعتمرين اللي قدامكم دول يا دوب، ويكسل بني آدم واحدة واحدة، وبنعدي من وبنقف بين يدي الله. تخيل مهابة اليوم وجلال اليوم وعظمة اليوم. ثم ينادى: يا فلان إني رضيت عنك، قد شكرت لك ما فعلت، اذهب فادخل جنتي. أنا شكرت لك ما فعلت في الدنيا، اذهب فادخل جنتي. أنت دلوقتي قدام باب الجنة، شايفه؟ غمض عينيك كده، شايف باب الجنة؟ شايف كبره قد إيه؟ يقول النبي: وإن عرض باب الجنة كما بين مكة والشام. يا زحمة قوي. يقول النبي: وإنه سيتزاحم علي. هيبقى زحمة لأنه شكور، شكر لناس كتير وعفى عن ناس كتير. تخيل وانت داخل باب الجنة، يلا داخل، فاكر الدنيا كان فيها ايه؟ ها، مين معاك وانت داخل؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نفسك في مين؟ مين جنبك؟ شايف مين قدامك؟ اهو سيدنا موسى اهو هناك. يا سيدنا موسى لأول مرة اشوفه. وسيدنا إبراهيم اهو، وانت سيدنا إبراهيم اللي بنى الكعبة اهو، وادي السيدة مريم، والسيدة خديجة هناك اهي، وادي السيدة هاجر، وادي اسماعيل عند زمزم. هم دول لما تخيل وانت شايفهم، وادي ابويا وامي جم. الحمد لله الحمد لله، كنت خايف حد مننا يسقط في جهنم، الحمد لله عدوا من فوق الصراط. يا اخوانا الشكور يعد لك الجنة. تخيل واحنا واقفين ومستنيين باب الجنة يتفتح، ولحظة الشوق لباب الجنة، ماذا أعد لنا الشكور؟ وكل ألسنتنا عمال تقول الآية، كلنا عمالين نردد الآية: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ما هي الآية دي بتتقال عند الجنة، على باب الجنة. وتخيل الناس وهي عمالة تتجمع، وتخيل أحبابك وصديقك اللي عبدت ربنا، وفلانة اللي سجدت معاها في رمضان، وفلان اللي اعتمرت معاه وكنت ماسك إيدك في إيده، جايين ومتجمعين زي ما كنا ومتجمعين على باب الجنة. تخيل هيفتح باب الجنة مقفول لسه ما فتحش، مين يشفع لنا يفتح لنا باب الجنة؟ وتخيل وانت رايح لسيدنا إبراهيم: يا سيدنا إبراهيم اشفع لنا عند ربك أن يفتح لنا باب الجنة. وهو بيقول لك: لست لها، ده مش أنا اللي أقدر أعمل هذا الأمر. يا سيدنا عيسى، يا سيدنا موسى، يا سيدنا آدم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها. تخيل وهو بيتقدم أمامك، تخيل والبشرية بتهتف: هذا رسول الله هيفتح لنا باب الجنة. تخيل الفرحة وانت أول مرة تشوفه صلى الله عليه وسلم عن قرب. تخيل وهو يطرق باب الجنة، سامع صوت، سامع الحديث، وهو بيقول: فأكون أول من يحرك حلق الباب. دنيا إيه يا أخوانا؟ دنيا إيه؟ الشكور مجهز لك الجنة. دول كم سنة، شد حيلك واشتغل ونمي وزود، وخلي عندك طموح، واعبد وافعل الخير للناس، وابتسم في وش الناس، ودي ودي ودي، واعطي 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 واعطي. ده الجنة يا جماعة، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ده مجهز لك الجنة. تخيل سمع الصوت: فأكون أول من يحرك حلق الباب، فينادي خازن الجنة. سمع صوته، انت لسه ما شفتش الملك، لكن سمع صوته من ورا باب الجنة: من بالباب؟ فأقول: محمد ابن عبد الله. فتسمع صوت الملك، انت سامع يا اخوانا، انتوا هتبقوا هناك يا اخوانا، صحصحوا يا اخوانا، اجهزوا يا اخوان. دنيا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. الدنيا باللي فيها ما تسويش، هات مرة كده بعوضة وبص على جناحها وقول: الدنيا عند ربنا ما تسويش ده، دي الدنيا. طب انت خدت قد ايه من جناح البعوضة؟ طب انت نصيبك قد ايه من جناح البعوضة؟ بفلوسك بقصورك تطلع كام؟ عيش مع الجنة بقى كده. تخيل النبي وهو بيخبط: من؟ محمد ابن عبد الله. سمع صوت الملك هيقول ايه؟ إن الله أمرني ألا أفتح
إلا لك يا رسول الله. شايف الباب وهو بيتفتح وانت بتقول معقول أنا هنا؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. دنيا إيه الحزن؟ إن ربنا لغفور شكور. شكور لحظة دخول الجنة هتفتكر الشكور. تخيل وانت داخل وماسك في ايدين أحبابك، يا ترى بتبكي من الفرحة؟ يا ترى بتضحك؟ يا ترى انت من المجموعة من الزمرة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل أنت عملت حاجة تستحق بيها أن تشكر عليها أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ها تخيل وأنت داخل والإيدين وداخل على باب الجنة، تخيل وأنت داخل وينادى، استنوا محدش يخش، إيه يا أهل الجنة، يناديك الله تبارك تعالى، يا أهل الجنة إن لكم عندي أربعة أشياء قبل ما تخشوا، إيه هم؟ إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. لا موت ولا حزن ولا كبر ولا مرض، ده قبل ما تخش الجنة، ده شروط دخول الجنة. شايف الشكور بقى شروط دخول الجنة مجهزة لك الشكور ازاي؟ ادخل بقى، دخلت الجنة، الصحابة يقولوا له صف لنا بناء الجنة يا رسول الله، ها طب بيتي في الجنة عامل ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، طوبة ذهب وطوبة فضة، المونة اللي بينهم ايه؟ أرقى أنواع العطور، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ. الحصى بتاع بيت حضرتك في الجنة لؤلؤ، تبقى ماشي في الجنة تخبط رجلك في حصايا فتقول ايه ده؟ ده لؤلؤ، لا عندنا منه في البيت كتير، ده الحصى بتاع الجنة، يعني ده الحصى بتاع الجنة. وحصباؤها اللؤلؤ، بص اللي جاية دي بقى جميلة قوي، وسقفها عرش الرحمن. سقف بيتك في الجنة عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من أدنى أهل الجنة منزلة؟ مين يا رسول الله؟ قال: أدناهم منزلة الذي يسير في ملكه 1000 سنة لا يقطعه. تسير في العزبة بتاعتك 1000 سنة ما تخلصهاش. فيها ايه دي؟ فيها بحار بقى، فيها البحر بتاعك والانهار بتاعتك واليخوت بتاعتك وشجر المانجا وملاعب الكورة ومش عارف ايه وحمامات السباحة والقصور و و و و. قالوا: أذلك أدناهم منزلة 1000 سنة؟ فمن أعلاهم منزلة؟ قال: أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. انت متخيل انت بتتكلم على ايه؟ تخيل ماذا اعد لك الشكور عشان ايه؟ طب انت تستاهل؟ فاكرين اسم الشكور معناه ايه؟ يشكر اليسير من العمل فيعطي عليه الثواب الكبير، الزياده، النماء، اسم الشكور. اشتغلوا يا اخوانا، اشتغلوا وتحركوا وابذلوا مجهود غير عادي، ورمضان فرصه، وبنقول الاسم ده بدري عشان كده. شوفوا الجنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان ادنى اهل الجنه منزله، اقل واحد منزله في الجنه. بص الشكور هيعمل معاه ايه. قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك اخر رجل يخرج من النار. ده اخر واحد، ما هو ادنى منزله في الجنه يبقى اخر واحد ايه؟ طلع من النار. يخرج من النار حبوا، كلما اراد ان يخرج منها اخذه لهيبها فعاد فيها، فيعود فيخرج حبوا فأخذه لهيبها فعاد فيها، فيعود فيخرج حبوا فيخرج، فينظر إليها بعد أن يخرج ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك. هو مش عايز أكتر من كده. فيقول له الله تبارك تعالى: عبدي اذهب فادخل جنتي. فيذهب فينظر إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة ما فيش فيها مكان، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول له الله تبارك تعالى: أما ترضى أن يكون لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ دنيا إيه ده؟ ده أقل واحد، أعظم ملك من ملوك الدنيا. فيقول: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أعظم ملك من ملوك الدنيا ده فلان، ده كان عنده عزب وعنده يعني، أنا عشان غلبان وغلطان. فيقول له الله تبارك تعالى: لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب، يعني كفاية، أنا ما استاهلش كل ده الشكور، أنا ما استاهلش كل ده، كفاية كده. فيقول له الله تبارك تعالى: لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال، ولك فيها ما اشتهت نفسك وتمنت عينك وأنت فيها خالد. شفت الشكور بيعمل ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مساحة الترابيزة دي في الجنة أحلى من الدنيا والجنة.